عجائب 2012، من عجائب 2012 ان النائب اصبح نائبا الان، النائب محمد جويهل تقدم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الحمود وزير الداخليه. طيب استجواب جويهل هو تيبيكال ونفس الفصيله، نفس فصيله استجواب القلاف، نفس الفصيله استجواب جويهل والقلاف. طبعا فصيله استجواب عاشور ارقى شوي، على الاقل فيها محتوى فيها مضمون، لكن استجواب جويهل راح يكون مثل استجواب القلاف، ويمكن استجواب القلاف يتفوق عنه وعليه. يعني انتم شفتوا كلكم تابعتوا استجواب القلاف، ايش قال القلاف وايش سوى القلاف شلون بدع القلاف. انا اتوقع الجويهل راح يكون ذاك اليوم يوم جميل وتاريخي اللي جاء فيه محمد الجويهل يستجوب وزير الداخليه. من يستجوب من؟ من يستجوب من؟ ولا عجب نحن في 2012 ونحن في الكويت حيث لا نستغرب. جويهل قطوا عليه الاستجواب في اخر لحظه، بعد شوي اتكلم وياكم شلون وصل الاستجواب. قطوا عليه الاستجواب في اخر لحظه فاخذها زمزم وراح للرئيس، وجاء عند الرئيس ووقف وقفه طالب مؤدب ولا اجمل من هذا الطالب، واقف وكله ادب وكله احترام للرئاسه، حتى طريقته يعني جميله. انا ابي يعني اذا كانت الصوره عندنا يا شباب نحط هذه الصوره. شوف الجمال، شوف الوقفه، شوف الادب، شوف وقفته شلون يطالع. طبعا الرئيس كله اذان صاغيه او كله كتف صاغي، معطيه كتفه واقف. والله صورة ما ودي اشيلها امانة، يعني ايش قاعد تشوف يا ابو دعي؟ ابو دعي يا ويه الله يا ابو دعي، عطوك استجواب وصرت نائبا تستجوب الوزراء، واي وزير؟ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. طيب هذا الجويهل راح للرئيس مبتلش، ما يدري ايش السالفة. هو يسمع، سمعت اللي يقول سمع المغازي وراح، اتوقع ان المغازي تروح تاخذ الكسب وترجع، طلعت السالفه فيها ذبح وفيها قطع رقاب وفيها طعن وفيها توهق. رجع كرسيه ايش سوى؟ رفع يديه بيتكلم. ها يا نائب محمد جويهل تفضل، بدع جويهل. شوف شو يقول ابو دعي، اعطونا الفيديو. محمد جويهل اخي رئيس، انا اعتقد ان هناك استجواب قدم لك ونبي نعرف متى سيدرج وعلى اي جلسه. نعم، الاستجواب اللي قدم لك الان نبي نعرف سيدرج على اي جلسه. هذاك نحن في التغيير. عطى الرئيس هو راح للرئيس، طبعا المفروض يروح للامين العام، ما راح للامين العام، راح للرئيس مباشره، يعني فاهم السالفه، يعني من الاخر رايح لها. فعطى الرئيس الاستجواب، توهق، قال الرئيس مو الاستجواب مو عندي، ما يقدم عندي، روح عطى الامين العام. وتعرفون عاد الرئيس احمد السعدون بطريقته يزأر، فعطى الامين العام بطريقته هذه بالضربه وحواجبه ما شاء الله. فجويهل ما عرف ايش صار، يا جماعه ليش ردني؟ رجع قالوا له بيدرج على جدول الاعمال، سأل، طلع الرجل يسأل في وقت مناقشه جامعه جابر، ما فهمه الرئيس، يعني شنو هالسؤال؟ سأله مرة ثانية، قال ايش تقول؟ نعم، فعاد له السؤال وقال له اقعد، احنا الآن نتناقش في جامعة جابر. جويهل غشوه، والله يا ابو دعي غشوك. وأنا يعني أتوقع أن عبد الحميد دشتي وراها، عبد الحميد دشتي لعيب، يعني مثل قبل قلت لكم أن مرزوق الغانم يلعب في برشلونة، هذا يلعب في بايرن ميونخ. أنت يا عبد الحميد دشتي تذكرون في استجواب القلاف يوم لغم عدنان طوع عطاه ورقة أول ثلاث سطور أو أربع سطور جميلة فيها الحرية والمواطن وحرية المواطن تعادل حرية الوطن، وكلام جميل، كلام كبير، يعني يقوله مصطفى يعني النحاس وسعد زغلول كبار المعارضين. فقرأها بعدين خلط له عاد الدهن والماء، قال وإذا تشرق الشمس من قينقاعي، وقام عاد يخربط لين اكتشفت له وقط ورقة، قال وخر عني أنت ورقتك. الان نفس عبد الحميد دشتي عقب ما خلط لعبد العدنان طوع خلط لجويهل واعطاه الاستجواب وفاجاه. انا اتوقع وصحصح معي ابو دعي، ابو دعي خليك وياي، انا قبل اقول لابو بريش
لا يغشونك، خلك وياي، اي سؤال اسالني وانا جاهز. الان اقول لك انت يا ابو دعي ركز وياي، ترى عدنان طوع يمكن ما يدري، مو عدنان طوع، عبد الحميد دشتي او اي واحد من النواب ممكن يغشك يقول روح في يوم الاستجواب اقعد مكان ذاك اللي بالنص. هذا ترى اللي في النص اللي مقابلكم هذا امين عام المجلس، امين عام المجلس هذا علام الكندري، لا تقومه من كرسيه، هذا ما لك حق تقعد في كرسيه، هذا عنده حسابات الجلسه التصويتات وعنده جدول الاعمال وعنده وعنده وله مهام ايضا خارج الجلسه، هذا لا تقعد في كرسيه، لا تقومه، لا يقصون عليك، انتبه وركز وياي. شوف الكلام اللي بقول لك اياه الان احفظه وسجله بورقه عشان يوم الاستجواب ان شاء الله اليوم التاريخي نبيك تنفذه وتطبقه. واحد، انت كمستجوب يجب ان تجلس على يمين المنصه، على يمين الرئيس احمد السعدون وعلى يسار النواب، يعني النواب هم مقابلينك انت تكون على يسارهم. احذر لا تروح هناك، هناك اذا جلست مناقشه، اذا رحت وقعدت على يسار المنصه وعلى يمين النواب معناته ان انت قاعد تناقش ما تستجوب. الاستجواب على اليمين، فهمت ابو دعي؟ اعيد لك من الاول، الاستجواب تكون على يمين المنصه وعلى يسار النواب، اذا عندك جلسه مناقشه تروح تقعد على يسار المنصه وعلى يمين النواب. واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني، في كتيب صغير اسمه اللائحه الداخليه، اللائحة الداخلية، هذا تروح تقول يا الربع أعطوني اللائحة الداخلية وقرأ، اقرأ اللائحة الداخلية، إذا أعطوك إياها ترى اللائحة الداخلية، مو تقول وين اللائحة الخارجية قصوا علي أعطوني اللائحة الداخلية ما أعطوني اللائحة الخارجية، لا ما في إلا لائحة داخلية، هذا مو تذكرة ذهاب وإياب، هذا اسم اللائحة الداخلية فقط عشان تعرف النظام الداخلي للجلسة وللجلسات وللجان و و و اللي تعرف اللي لك ولا عليك معي أبو دعي؟ أبو دعي واضحة الأمور؟ ها لا ينكبك عبد الحميد دشتي ولا غير عبد الحميد دشتي يقولوا لك روح اقعد هناك وتطلع هناك جلسة المناقشة، لا تقول ما قلنا لك.